الصراحه يمدحوا لي الشاي الكرك مالهم، بس لا ترسى بس بس خلي هني. اوه واضح من لونه. اوه كرك الباطنه، بس خلي هني احسن. بارك الله فيك. وهني الشباب موجودين يستاهلوا، يستاهلوا كل الدعم ان شاء الله تبارك الرحمن. كل العوائل مبسطين مبسطين فارشين حصيرهم علام يعني كي فارشين حصيرهم مستمتعين. ما شاء الله الأجواء حلوة جميلة. كان هي حي الهاشمي. شباب الموقع سهل، ترى سهل برا ما يحتاج. شوفوا العالم معهم ما شاء الله، صليت بهم على النبي الله يوفقهم يا رب. برا تعالوا هني، والرقم موجود في السناب الماضية اللي حطيت رقمهم، تواصلوا معهم إذا غيبتوا المكان. بس يستاهلوا، رعاة شناص من السويق من شناص يضبطوا لكم. لكن صراحة الكرك هو اللي بيخليني أرجع لهم دائما بصراحة. الكرك مرة يضرب في الرأس إن شاء الله. الله يوفقهم يا جماعة. مروان يشتغل عاجل بشكل رسمي، نظارتي لا تنساها يا جماعة. عاجل مروان الطيواني يطبخ حلوة ويصنع حلوة. روح هي والله مولخ بالجوز يا الله. شكلها ساعة وتجهز ها؟ الله أكبر يا الربع. عاد كم مرة أنا أجي هني؟ أنا الشيء اللي يعجبني أرجع له دائما والله. بارك الله فيهم. مرة جنب مطعم جيزان، تعالوا هني متخلصوا متغدين، تعالوا تحلوا مع حلوة طيواني، والحلوة اللي تعجبني بالجوز اليوم يطبخوها. الله عليك يا مروان الله عليك. ما الخبز متى تسووها؟ بكرة؟ أهم شيء وصل الخبز مال النزوة؟ على فكرة يا جماعة الخير، ترى طيواني لما يسوي حلوة بالخبز ما يسوي الخبز اللي يشتروه، هذا الخبز اللي يباع في المحلات، يجيبوه من نزوة. عشان إيش؟ عشان جودة الحلوة، عشان ما يفكروا أنه والله، أو الناس اللي متعودة على حلوة بالخبز مال طيواني يجي يجربوها هني غير. فهم محافظين على جودة الحلوة مالتهم اللي بالخبز العماني، انه يكون الخبز العماني من نزوة. الله يوفقك مروان. موقعهم جنب مطعم جيزان، وهذاك الهوم يبيع جح لا تراباني. شي عرسي؟ ها؟ وبي شي؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسباني؟ ابغاك اليوم جربت الطيواني؟ لا ما جربت. حرام عليك. لكن نجرب عليه. والله صدقني اطوف دائما. والله ما تشوف سناباتي كلهم طيح. والله يعلم الله. دائما اشوف سناباتك. ما طلبوني ولا شيء، بس انا زبون دايم معهم. ايوه. اخذ الحلوه من عندهم ومن اكثر من مصنع. بس هذيلا يعني بامانه اللي يعجبني وين ما يروحوا نفس الجودة. ما تختلف. ما تختلف. بعضهم دائما يسوي لك فرع فرعين ثلاثه تحس شوية. أيوة. أو اللي يصنعها الحلوة ما يكون موجود في صلالة. أيوة هذه. يعني اللي يمكن أخوه أكيد. تتغير. أكيد. بس مروان بروحه هني. يعني هو اللي يسويها في نزوة هو اللي موجود. يا مرحبا. حياكم الله. يا مرحبا. عادي نصوركم. الله يا مرحبا. حيكم والله. إيش أخباركم؟ الحين من اللي يسوق ومن اللي سكن سيت؟ يا مرحبا. الحمد لله. إيش أخباركم؟ حياكم الله. الله هي والله ايش نسوي يعني انقطعت شهر كامل حن هني نون نوركم. يا مرحبا وسهلا. جربتوا الحلوى الطيواني والله؟ بعد وجربتوا عرسي جعلان؟ انا ما جربت والله. جربوا يمكن جربوا عرسي جعلان. ومن تخلصوا هذيك الحلوى الحين بتخلصوا بعد ربع ساعه وبتشكرني. اكيد. الله يسعدكم يا رب. منورين منورين منورين. الله الله والله حلوة السيارة عن الزحمة. أيوة. عليكم لا بالعكس والله بالعكس تشريف. الله يسعدكم. راعي المزيونة أبو سليم. إيش يقول أبو سليم؟ بسم الله ولو طاقة معابر. آه. لا يحملني على ظهري ملامة. ملامة. تركه وتار شعر من شعر. أنت حافظ؟ نعم. يلا إيش يقول؟ أقول بسم الله ولو طاقة معابر.
معابه ما شاء يحملني على ظهري ملامح ملامح جدي ترى تركه هو شاعر ابن شاعر والصقر يعرف كيف يصطاد الحيوانات. الله ما شاء الله عليكم كلكم مزيونه أبو سل أبو سليم بسم الله والله باقف معابه ما يحملني على ظهري ملامه اها ما يحملني على ظهري ملامه ترك تركه وشاعر ابن شاعر وي والله انت لازم تتغدى اول ايه او يمكن مأثر عليك الغداء ها ايه والله زين اقول لكم الحين مزيونه غدا اريوك كل شيء ما شاء الله زين اقول لكم اذا رحت المزيونه انا بعيد يعني من صلاله المزيونه بعيد 214 كيلو من وين دربه من هي من ضلكوت تعرف من تمريه من تمريت ايه من تمريت دوار تمريت سيده مزيونه ومن هناك عاد مدخل اليمن قريب منكم في الحدود ايوه وفي جنبكم حدود سعوديه بعد ولا الربع الخالي بعيد بعيد ها بعيد يا مرحبا ان شاء الله بنزودك واحده من عندك آه لا اله الا الله اقول لكم يعني اذا جيت المزيونه بتزوجوني بنزودك واحده من المزيونه الله بهريه بعد والله تشرف لكن يا ابوك اسم تزوج مشكله ثانيه يمكن لا لا ما ابغى وشيمه سدني واحده شيخ احمد الفطيسي نعم. يا مرحبا الله يحييك من الضيف ومن اللي مضيوف انت ولا رعاة المزيونه اضيفكم طال عمرك اه اي نعم ما شاء الله اشوفك ترابعهم هذيلا شعراء اي نعم وهذه قال لي يحيى تعال المزيونه وبزوجك منك حاضرين انا ما لكن بتتعال. اه هذه صح علي لكن هذه بيورطني لا ما بيورطني كلهم والنعم فيه اه والنعم فيه والله يعطيكم العافيه مشكله ان يا خلاص عاد انا متزوج لكن احمد تعال تعال احمد تعال تعال تعال, تعال. احمد تعال شوف لما اقول لك الحلوه تعال 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 السلام عليكم حياكم الله الربع كيف حالكم طيبين آه. الله الله احمد الفطيسي شوف شوف راعي المزيونه هنا راعي المزيونه شوف 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 السم العماني شوف اللعبه قل انت مطمن بعد حط يدينك الحين حط يدينك اغرب الا اذا ما اشتوت لا ايه ها نار ولا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خلاص عاد خلص لا 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 تدخل ما شاء الله ما شاء وين فرعكم الرئيسي نزوة الاسباني هني يوم تبا لا الكيس ما نريده لانه يسوي لنا فوضى بس الله 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 بعدك ما جربت العرسي ماله